السلام عليكم. في البداية كنبغي نشكر السي عبد الناصر على هذا الاستقبال، الحفاوة ديال الاستقبال اللي عودنا عليها دائما، وطبيعة الحال شرف كبير بالنسبة لي أنني متواجد هنايا، والشرف كان أكبر بالحضور ديال الأخ سينور الدين اللي حضر معنا لهذ الحصة ديال، هو من الأبطال الكبار ديال مدير هذه الرياضة، مستشار ديال الجامعة بطبيعة الحال في إسبانيا، والحمد لله كان شرف على واحد التدريب اللي كان دارته العصبة في 2014، كان واحد التدريب ناجح الحمد لله، كنا درناه في مدينة طنجة، وكنا درناه في مدينة مارتيل، لان 2014 هو عنده التزامات تما مع الجامعة ديال الأندلسية في الكيك بوكسين، مشغول ودائما الحمد لله، هذا شرف. فشرف ايضا الجمعيه ديال نجوم الشاول اللي بطبيعه الحال دائما كتكون حاضره في المنافسات ديالنا، الانشطه ديال البلاد الجهويه ولا الوطنيه. فنتمنى صادقا ان شاء الله نشوف من واحد المجموعه هنايا، دائما كنقول ان هذه الجمعيه هي والوده، راه عطات ابطال ومازال الحمد لله مازال الخير بالذات، مازال انها تعطي. كيف ما كتعرفوا ان العصبه والجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الكيك بوكسين المويتاي والسباط والرياضات المماثله، اللي بالمناسبه كنبلغكم التحيات ديال السيد الرئيس السي عبد الكريم الهلالي، لان الامتحان دائما الامتحانات هي تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسين المويتاي والسباط والرياضات المماثلة. وكيف ما كتعرفوا ان الاحزيمة ديالنا ديال هذه الرياضة، الرياضات ديالنا هي بطبيعة الحال احزيمة اللي عندها قيمتها وعندها المصداقية ديالها، وهذا هو الدليل على اساس ان رئيس العصبة كيتواجد معكم خلال هذا الامتحان. حنا ما كنعطيوش الشواهد هكذا بشكل اعتباطي او بشكل مجاني او محسوبية او شي زبونية ولا هذا، بالعكس انتم كتعرفوا ان الامتحان كيتجرى في ظروف العاديه ديالو وفق الشروط القانونيه ديالو، وكيتعطى لمن يستحقوه، اللي كيستحق الحزام كيتعطى له، اللي ما كيستحقوش ما كيتعطاش له. تعرفوا القيمه ديال الحزام، الحزام الان بالنسبه لنا حنا كرياضات الكيك بوكسين والمويتاي هو مهم بزاف. علاش؟ لان انتم شايفين ان البطولات ما يمكنش تشارك في شي بطوله الا اذا عندك واحد الدرجه معينه من هذه الاحزيمه هذه. فما يمكنش حنا مثلا كجامعه او كجهاز وصيع لهذه الرياضه اللي هو الهدف ديالو هو تطوير ونشر وتوسيع القاعده ديال الممارسين ديالو داخل الوطن، وايضا تمثيل ديال الوطن خارج بطبيعه الحال خارج الحدود، الانشطه هذه لا بينا نقولوا الى صح التعبير، الانشطه اللي هي كما كنقولوا العمل والدراسه وايضا الواجب الديني خصك تصلي، يعني من بعد الاداء ديالك الفرائض ديال المفروضه عليك ديال الصلاه في اليوم، فعندك الحصه الرياضه ايضا حتى هي غادي ديرها واحد فرض من الفرائض اليوميه ديالك، او واحد الطقس يومي يكون عندك الرياضه، غادي تكون مزيان في صحتك لا البدنيه ولا الذهنيه ولا حتى الصحه الاجتماعيه. عبد الناصر اللي اتاح الفرصه للقاء بكم مره اخرى، وكنشكروا السي نور الدين بطبيعه الحال الخبير ديالنا واللي شرفنا بالحضور ديالو، وملي علمت انه كاين في الشاور قلت له ضروري يكون معنا، وشرف بالنسبه لنا وشكرا جزيلا لكم. لا صافي على بركه الله، انت هو المبدا اللي يعني شي حاجه عندك ما يعني دوزو تمشوا اذا عنده متسع على غير شوية، رجع لاكارد، رجع لاكارد،
الممارسه ديالكم ديال هاد الرياضه هادي.
ونتمنى لكم التوفيق بطبيعة الحال. ومرة أخرى كنشكر السي نور الدين على الحضور ديالو والدعم ديالو والمؤازرة ديالو معنا. وبطبيعة الحال من كما قلنا من خيرة ما أنجبت البلاد في هذا المجال هذا واللي كيمثل المغرب بطبيعة الحال في إسبانيا. خيرة تنتين محترم بزاف والناس كلشي كيحترموه تما. وأنا كما بلغت له واحد الميساج بلغته له دابا كان المفروض أنني نقول له ولكن حتى تلاقينا لأن هضروا لي عليه واحد المسؤولين كبار ديال الجامعة ديال إسبانيا تلاقينا مؤخرا في بطولة العالم في إيطاليا هم اللي تكلموا لي عليه قالوا سي نور الدين عندنا محترم بزاف وهو كيشتغل كما قلت لكم في